بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني إيه الذكاء الاصطناعي؟ اللي هو اختصاره AI، باختصار هو تعلم ذاتي. إزاي بيتعلم تجربة وإزاي بيقدر يطبقها في حياته؟ عايز يتعلم من شخص مثلا بيعمل أي حاجة، يعني بيعمل نتيجة، بيعمل مثلا كوباية قهوة. أنا عشان أعمل كوباية قهوة فأنا لازم أشوف الشخص ده بيعملها إزاي، بجيب المية وبجيب البن وبدوبهم في بعض على النار وبدوبها في الآخر بصبها في كوباية وبشربها. فدي الطريقة والنتيجة اللي أنا وصلت لكوباية القهوة. انا مش عارف اعملها لوحدي، لازم اكون شفت شخص عملها قبل كده. كده بقى انا عندي تجربه في دماغي خيالي، فانا اقدر اجربها واعمل زيها عشان خاطر اوصل لنفس النتيجه. ده بالظبط اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي، بيشوف التجارب اللي الناس عملتها وانت بتكتب له مثلا انا عايز 1 2 3، بيشوف الناس عملت ده ازاي، بناء عليه بيقدر يعمل لك الموضوع ده، ولكن بسرعه فائقه جدا، بدل ما تفضل انت تعمل الخطوات وتطول معاك. وطبعا الكلام ده هياخد وقت طويل جدا ومجهود، هو بيختصر عليك الوقت ده زي ما بتقول كده، بيبدا من حيث انتهى الاخرون. طيب ازاي بقى انا استخدمه؟ ازاي استخدمه في مجالي؟ حاليا بيستخدموه في البرمجه، بيستخدموه في الهندسه، في الطب، في كل المجالات، في اغلب المجالات بيستخدموا الذكاء الاصطناعي. انا ما ينفعش اهمله، استخداماته بتبقى كتير ومختلفه، وعن طريق اكتر من ويب سايت واكتر من سيرفر واكتر من ابلكيشن، ولكن الحاجات المتاحه المجانيه بيستخدمه من على ميد جورني. ميد جورني ده سيرفر الاول مجاني كنسخه تجريبيه، بعديها بتقدر تدفع فلوس عشان خاطر تقدر تحتك بالذكاء الاصطناعي، وازاي تقدر تواكب التقدم اللي بيحصل فيه لازم تجربه. طيب ازاي بقى انا هطلع تصميم بالذكاء الاصطناعي او اطلع حاجه بالذكاء الاصطناعي واجربه عليها؟ اول حاجه طبعا انا بفتح جوجل كروم او اي براوزر عندي، وادخل على موقع ميد جورني، هسيبه لكم في الديسكربشن بتاع الفيديو، وطبعا هدخل جوين ذا بيتا. دي لو حد مش عامل اكونت على ميد جورني، منزل لك فيديو برده ازاي تعمل اكونت وازاي تبدا تصمم. انا الفيديو ده عامله للناس اللي هي شافت الفيديوهات القديمه، لو انت مشفتش الفيديوهات القديمه ارجع شوفها، ازاي تعمل اكونت وازاي تدخل وازاي تتعامل مع الموقع. اول حاجه في الموقع زي ما قلت لكم هو هنا، ده طبعا ابلكيشن ديسكورد اللي انا بكلمكم عليه. ابلكيشن ديسكورد ده زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت اللي هو بينزل عليه سيرفر ميد جورني، تمام؟ انا شرحت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ازاي تسجل على ديسكورد وازاي تسجل على ميد جورني وازاي توصل للصفحه الناجحه دي في الاخر. هتفتح سيرفر ميد جورني هتلاقي عندك القوائم دي، هتفتح هنا نيو كامرز رومز، تمام؟ لان هي عباره عن رومز، نيو كامرز روم، وتفتح اي روم فيها وهيبدا لك بايه الصفحه اللي انا شرحتها لكم المره اللي فاتت. انا بقى عايز دلوقتي اشرح لك ازاي الذكاء الاصطناعي بيشتغل، لان في ناس كتير مش فاهمه يعني انا ازاي اكتب اكواد هو يشتغل، يعني انا مش فاهم يعني ايه اكتب حاجه يطلعها لي. في مهندسين دلوقتي بيصمموا لي جوه الانترنت، ولا هل هو بيستخدم برامج يطلع لي الكلام ده، ولا هل هو بيعمل ايه؟ لا، هو مجرد تعلم ذاتي. يعني مثلا كل الامثله اللي بوريها لكم دي على الروم دي ناس بتعملها، بتكتب اكواد زي كده وبيطلع لها الحاجات دي. ده عباره عن تعلم ذاتي. يعني ايه تعلم ذاتي؟ يعني مهندسين البرمجه اللي بيبرمجوا برمجوا حاجه بتقدر تتعلم ذاتيا، اللي هي AI او الذكاء الاصطناعي. طيب ده الموقع عندي دلوقتي، انا هشرح لكم مثال ازاي الذكاء الاصطناعي بيقدر يطلع التصميم اللي انت عايزه. اول حاجه عندي التول بار بتاعتي دي عشان خاطر اكتب فيها الكلمات الداله بتاعتي الكيبورد، بكتب سلاش على اليمين اللي هي في الكيبورد من على اليمين من فوق، تمام؟ سلاش واختار ايماجين برومبت، تمام؟ بعد ما اختار هنا برومبت يعني هو بيقول لي اكتب الكلمات الداله اللي انت عايزها. انا عايز مثلا اتخيل اي حاجه، يعني انا مش لازم بقى انا مهندس ديكور ولا مهندس معماري ولا مهندس جرافيك، انا عايز اتخيل اي حاجه. انا عايزك مثلا سبايدر مان بيمشي في الشوارع المصريه، هكتب مثلا سبايدر مان، تمام؟ طبعا اول ما بخلص كلمه بدوس كوما وسبيس سبايدر مان. اللي مش عارف الطرق دي هسيب لك في الديسكريبشن فيديو شرح ازاي تصمم وازاي تكتب الكلمات الداله. هكتب سبايدر مان مثلا ووكينج طبعا كوما، بعدها تكتب ايجيبشن ستريت. تولست بيلدينج ووكينج بيبول هي حاجات بس بسيطة أنا بس هشرح لكم عليها، مش عايز أطول، تمام؟ طبعا أنت لو كتبت تفاصيل أكتر ولا كتبت كلام أكتر هيظهر لك كل اللي أنت عايزه بتفاصيل أكتر. تكتب مثلا مود بورد عايزة مثلا أزرق في أحمر، مود بورد بلو with red، تمام؟ دي اللي هتظهر لك الإضاءة بتاع اللقطة، تمام؟ نايس شوتس رياليستيك، يعني انا عايز الموضوع يكون واقعي، الشوت بتاعي يكون رياليستيك. اتش دي الحاجات اللي بتكتبها المهمه، اتش دي بعدها بيوتيفول شوت، بعد كده بتكتب في الاخر خالص
ماينس ماينس اللي هي الكيبورد من فوق على اليمين، ماينس ماينس في سبيس 4، دي معناها ايه؟ معناها اللي هو هيرندر بالاصدار الرابع بتاع ميد جورني، هو بينزل منه اكتر من اصدار، ده الاصدار الرابع، فانت عايز ترندر بالاصدار. جرب معاكم التجربه دي هوريكم بقى هو بيعمل ايه. تمام، هندوس انتر هيسيبه يحمل. هو هنا بيقول waiting to start، بيكتب لي اليوزر نيم بتاعي imagine مليون ريبوت اللي هو لسه مبتدئ سبايدر مان. طبعا هو ممكن يتوه منك لان في ناس كتير شغاله على نفس الروم وبتنزل حاجات حاليا يعني، فانت بتقدر تعمل سيرش بس لغايه لما توصل ليها. تمام، وتلاقي اليوزر بتاعك، هتلاقي هو معلمها لك بشريط اورنج كده، كويس ان هي تاهت مني يعني عشان اقول لكم لو تاهت منكم توصلوا لها ازاي. اهو هي بتحمل حاليا، اهو ده اليوزر نيم بتاعي وده الايكون بتاع ميد جورني. طبعا ده الكلام اللي احنا بينه اللي عايزينه يظهر، والاخره ماينس ماينس في سبيس 4. بعد كده يظهر لي اليوزر نيم وهو بيحمل هنا 0%، كاتب لي فاست، هو حاليا بيحمل، احنا هنسيبه يحمل. طيب انا هشرح لك بقى ازاي دلوقتي بيعمل الكلام ده، انا لما الصوره تحمل. الذكاء الاصطناعي بيعمل ايه؟ بياخد الكلام اللي انت حاطه ده وبيبحث عليه على الانترنت، يعني بيشوف يعني ايه سبايدر مان، بيبحث على جوجل على كل المواقع السوشيال ميديا، بيعرف ان سبايدر مان ده رجل عنكبوت شكله عامل ازاي ولبسه عامل ازاي وحركته بتبقى عامله ازاي. ووكينج بيترجم ان ووكينج ده شخص بيمشي، فهو بيجيب سبايدر مان ده بيترجم دي مع دي، سبايدر مان بيجيبه بيمشي، حلاوه ان هو بيترجم الخصائص مع بعض. ايجيبشن ستريت بيشوف طبعا مصر وبيجيب الشوارع بتاعتها، فهو بيجمع سبايدر مان بيمشي في ايجيبشن ستريت. تمام، تورست بيلدنج بيجيب مباني طويله، طبعا الكلام ده بيتقري بسهوله وهو بيفهمه لان هو زي ما قلت لكم هو الارتفيشنال انتليجنت، هو مبني على التعلم الذاتي، وهو بيتعلم حاجات من ناس عملتها على الانترنت، هو مفتوح قدامه المعلومات كلها، فهو بيحاول يترجم كل ده في حاجه انت عايزها في الاخر. ووكينج بيبل بيجيب طبعا الناس بتمشي، وطبعا هيظهر لنا الكلام ده. مود بورد بلو ويز ريد طبعا بيترجم اللون الازرق وبيترجم اللون الاحمر، كل ده من الانترنت، كل ده تعلم ذاتي. نايس شوتس هيطلع لقطات جميله، رياليستيك واقعيه اتش دي الجوده بتاعت الصوره تكون عاليه. فانا كده شرحت لك هو ازاي بيترجم من على النت، بياخد الكلمه اللي انت كاتبها بيبحث عليها على النت بيترجمها لك في ريندر. لو انت شغال على برامج هندسيه وعارف يعني ايه ريندر، هو الريندر بيحمل الصوره. تمام، هو بيحاول اللي يحمل كل اللي انت كاتبه ده مجرد كلام، طبعا الكلام اللي انت كاتبه ده هو مش هيعمله، هو بيجمعه من على الانترنت، بيجيب صور وبيجمعها وبيركبها على بعض وبتدي له خصائص. طب ممكن يعدل في الصور؟ اه ممكن يعدل، يعني انا كتبت سبايدر مان مثلا لابس لبس مثلا لونه اخضر، هيجيب لك سبايدر مان لابس لبس لونه اخضر. دي كنت شايفين الصور بتحمل. تمام، هو بيحمل سبايدر مان اهو، بدا يجيبه لك معان او 62%، بدا يجيب لك سبايدر مان في الشوارع المصريه كل سهوله اهو. هنا جايب لك لو خدت بالك اللبس بتاعه الاحمر في الازرق، انا ما كتبتلوش اللبس بتاعه احمر في ازرق، لكن هو بيترجم ان اللبس بتاع سبايدر مان احمر في ازرق. طبعا الصوره لو طارت منكم تبداوا تنزلوا خالص، هي لو حملت هتنزلوا تحت خالص. تمام اهو، أو كده هي حملت. تمام، هفتح لكم الصوره، يعني زي ما قلت لكم دي صوره رقم 1 ودي صوره رقم 2 ودي صوره رقم 3 ودي صوره رقم 4 U1 U2 U3 U4 دي ارقام الصور. تمام، هنفتح الصوره دي كلها كبيره دلوقتي عشان اشرح لكم عليها. بدا يترجم لك، جاب لك سبايدر مان صوره من على الانترنت. تمام، وعرف ان سبايدر مان خصائصه كده فجابه لك، وعرف ان هو مثلا ده شخص خارق هيرو، الالوان بتاعت لبسه ازرق في احمر فهو لبستك الالوان بتاعته كده. طيب جاب لك الشوارع المصريه بقى كلها شوارع مصريه. تمام، باين عليها اهو، يعني باين هنا اهو الجوامع المصريه، باين هنا البيوت المصريه الشعبيه القديمه. هنا بقى ظهر لك المود بورد بتاعته اللي هو الازرق في الاحمر، هنا اهو الالوان زرقاء والالوان هنا حمراء، انا حبيت ادخل الالوان دي المود بورد بتاعتي عشان خاطر يترجمها لي مع لبس سبايدر مان، لقطه لايقه على بعض. طيب جايب لك ووكينج بيبل، ناس بتمشي في الشارع عادي جدا، كل الكلام اللي انا كتبته هو جايبه، هو بقى مجمع دي ومجمع دي ومجمع دي ومجمع دي. طيب كده انا فهمت يعني ايه ذكاء اصطناعي، هو بيعمل ايه اصلا، ايه وظيفته؟ هو بيحاول يترجم اللي انت عايزه. طبعا ده بيسهل علينا كتير جدا، طبعا ممكن نستخدمه في اكتر من مجال، الهندسه، الطب، البرمجه، البرمجه دي مهمه جدا حاليا، في دول بتستخدمه في البرمجه، ممكن نستخدمه في مجال التجاره، الحاسبات، كل المجالات دي طبعا هيسهل علينا كتير، مجرد انت بتدي له كلمات داله وهو بيبدا من حيث انتهى الاخرون بيجمع لك اللي انت عايزه، حتى لو كانت مش نفس الدقه اللي انت عايزها، ولكن انت ممكن بعد كده ممكن تكتب التفاصيل اللي انت عايزها بالظبط وهو يحاول يشتغل عليها. طبعا هو حاليا في الاصدار الرابع، ممكن الاصدار الخامس والسادس والسابع يكون افضل بكتير، يكون فيه دقه وتفاصيل اكتر، يكون فيه عايز المقاسات اللي انت عايزها، بيطلع منه فيديوهات، ولكن الموقع ده احنا طلعنا عليه صوره سريعه، ممكن تطلع منه فيديوهات زي ما انتم عايزين، الموشن جرافيك. طبعا الموضوع ده رهيب جدا يا جماعه، وما ينفعش اي حد في عصرنا ده ما ياخدش نبذه عنه، لازم تبقى عارف ازاي تستخدم
الذكاء الاصطناعي، وتبقى عارف هو اصلا بناء على ايه بيشتغل. فدي كانت النتيجه النهائيه. انا عايز اسيب الصوره بتاعتي، هروح اعمل سيف ايميج از زي اي صوره عادي، وهسيبها عندي في الديسك توب. ادوس سيف، هسيب عندي هنا، اروح فاتحها اهو، الصوره اتفتحت عندي عادي. دي التفصيل اللي قلت لكم عليها لو خدتوا بالكم. الموضوع جميل جدا يا شباب، بيطلع اللي انت عايزه بسرعه فائقه جدا، اي تخيل انت عايز تتخيله بيتخيله لك. الايمجن بتاعه سريع جدا، بيسهل على ناس كتير جدا شغلها، سواء مهندسين الديكور او مهندسين معماري، مهندسين الجرافيك، كل الناس دي بيسهل عليهم الشغل. حتى الدكاتره في الطب هيسهل عليهم نظريات كتير جدا محتاجين يعملوا لها بريفيو او باوربوينت، لا الكلام ده هيسهل عليك كتير جدا في فيديوهات، مجرد بس هتدي له كلمات داله وهو هيترجم لك اللي انت عايزه. طيب انا برضو شارح في فيديو ازاي تدخل ريفرنس، يعني انت معاك صوره وعايز تعمل حاجه زيها ولكن بتعديل، شرح لكم فيديو ازاي تعمل حاجه زي كده، وهسيب لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكربشن. طيب هو دلوقتي بقى مطلع لي اربع صور، لو انا عايز صوره لوحدها، يعني انا دلوقتي مطلع لي اربع صور مع بعض، انا دلوقتي عايز صوره لوحدها، هرجع هنا على الموقع تمام، ادوس سكيب من هنا، دي هيطلع لي الصور دي. انا زي ما قلت لكم 1 2 3 4 اللي هي يو 1 يو 2 يو 3 يو 4. اجي على يو 1 اللي هي الصوره دي اللي انا عايزها، او نخليها مثلا في يو 3، 1 2 3 يو 3، ادوس عليها، بعد كده ادوس ريفرش تمام. هو حاليا المفروض ان هو بيحمل لي الصوره، لو نزلت تحت كده اهو، هو بيحمل لي الصوره لوحدها من جورني بوت، اسمي طبعا وسبايدر مان ووكينج، الكلام اللي انا كاتبه، اليوزر نيم بتاعي، هو دلوقتي بيحمل 0%. بعد ما يحمل هيظهر لك الصوره لوحدها. طيب انا عايز اعدل، يعني انا عايز تعديل، هروح واخد الكلام اللي انا كاتبه ده تمام واضيف عليه حاجه، اخده هنا كوبي بيست هنا واضيف عليه حاجه، انقص منه حاجه، اغير الشكل اللي انا عايزه، اغير المكان، اغير الشخصيه، كل اللي انا عايزه بقدر اعمله. الكلام ده طبعا انا شارحه وعملته في فيديو تاني، ازاي تطلع تصميم ديكور وازاي تعمل تصميم جرافيك، الكلام ده انا شارحه في اكتر من فيديو، هتلاقي الفيديوهات عندكم في الديسكريبشن. دي النهايه بتاعت الصوره زي ما قلت لكم، النهايه بتطلع اهي، هننزل بس نجيبها لو نزلت معاكم، انا مش هقص الكلام ده في الفيديو عشان خاطر تشوفوه. كمان طلع لك اكتر تخيل زي ما انتم شايفين اهو، شايفين التخيلات الكتيره طلعها لك، اكتر من صوره واكتر من شكل شايفين. لا ده هو بيطلع لك اقتراحات كتيره جدا، طبعا على حساب الصور دي كلها، شايفين الصور هنا طلع لك هنا تقريبا كنيسه، وهنا برضه باني بره سبايدر مان لوحده. هنا بقى ما استدلش على الكلمات بتاعت ايجيبشن ستريت تمام، هنا استدل عليها باين اهو، يعني باين هنا اللي هو في دول بره، باين هنا اهو ان هو في دول مصريه، لا وكمان ملبسه لبس مصري، يعني ملبسه اللبس زمان بتاع المقاتلين المصريين. لا رهيب يا جماعه، يعني بجد الموضوع ده رهيب جدا وبيسهل علينا كتير جدا. هنشوف الصور اللي بعدها دي تمام، شايفين كل دي شوارع مصريه باين عليها، باين على البلكونات، باين على المباني. المود بورد برضو بنخل الازرق في الاحمر اللي انا عايزه، اعمله سيف تمام. نرجع بقى نشوف الصوره بتاعتنا اللي هو حملها، اهي الصوره بتاعتنا تمام، هي دي الصوره اللي احنا كنا عايزينها وحملها لوحدها، ندوس على سيف نشوفها في الديسك توب اسرع. الصوره ما كملش دقيقه معانا يا شباب، اهو طلع اكتر من مقترح، شايفين الدوك عامله ازاي. طبعا مع الوقت هو بيتطور، ممكن التطورات اللي جايه زي ما قلت لكم ان هو هيطلع حاجات اسرع وبدقه اعلى من كده، متخيلين الكلام ده؟ الناس اللي بترندر، انت عارف الرندر بيوصل معاك من ساعتين، ممكن يوصل 6 ساعات و8 ساعات و12 ساعه، ممكن يقعد يوم كامل يرندر. طبعا زي ما انتم شايفين هو ما كملش دقيقه هنا في الرندر، وجمع كل اللي انت عايزه، ومجرد كلمات داله انت بس بتكتب له وهو بيترجم. الناس بقى اللي هتقول انا مش هستخدم الذكاء الاصطناعي، لا انت كده مش مواكب لعصرك، انت لازم تستخدم الذكاء الاصطناعي ولازم تعرف ايه اللي بيحصل، لازم تطور من نفسك. طبعا هو ممكن يقلل كتير مجهود، ممكن يلغي وظائف ناس كتير، ولكن هو في الاول وفي الاخر ده بيفيدنا، عشان خاطر تواكب عصرك ده انت المفروض تتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي، ازاي هيفيدك في مجالك، سواء انت مهندس او دكتور او ايا كان ايه شغلك، لازم تتعلم الذكاء الاصطناعي وتعرف ازاي توصله بمجالك. كل النتائج اللي انتم شايفينها دي جميله. انا لو حد عايز يفهم اي حاجه تانية عن الذكاء الاصطناعي، او عايز يستفسر عن اي حاجه، او دخل يجرب وما اشتغلش معاه، يكتب لي في كومنت على الفيديو، او يدخل على اي اكونت في السوشيال ميديا بتاعي، هسيبه لكم في الديسكربشن برده، وانا ارد على اللي يبعت لي ان شاء الله. بس كده، ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى منك انك تعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لغيرك. كان معاكم مهندس مصطفى ناصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.